بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثالث الابتدائي لغات، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكرة الحساب. إن شاء الله هنكمل، هناخد النهاردة الدرس الثاني حاجة اسمها الأوردرينج أند كومبيرينج انتجرز نمبر. الكومبيرينج اللي هو المقارنة بين الأعداد الانتجرز، درس سهل ولذيذ جدا جدا جدا، مفيش في أي حاجة خالص خالص خالص، بس اهم حاجه بس افهم من الكلمتين دولت، لان هو ده خلاصه الدرس. بص يا حبيب قلبي، احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا خدنا الحصه اللي فاتت حاجه اسمها الايه، النمبر لاين، صح ولا لا؟ احنا كنا خدنا النمبر لاين وقلنا هنا 0 تمام، ركز معايا بقى، وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 5 6 سو اون. يعني ايه سو اون؟ يعني الى اخر الاعداد هنا بقى اللي هي البوزيتيف، وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6. اوكي تمام، قلنا دي كلها على بعضها الايه الانتجرز البوزيتيف، وديت من اول نيجاتيف 1 دي الايه الانتجرز الايه النيجاتيف، ده اسم النمبر لاين. طب يا مستر انا مطلوب مني ان انا ارسم ده او احفظ شكله؟ ده مهم جدا، ده اللي هتشتغل عليه لحياتك كلها اللي جايه في الجبر. يبقى انت لازم من دلوقتي تعرف يعني ايه النمبر لاين، خط الاعداد، وتعرف دلوقتي ازاي ترسمه. خلاص طيب، خلاص كده يا مستر احنا فهمنا الايه المعلومه المهمه دي جدا، ولازم ان انت انا بقول اهو تتعلم ازاي ترسم النمبر لاين، زيرو في النص وهنا بوز وهنا نيجاتيف. طب كويس، خلي بالك بقى معلومه مهمه، كل ما بروح جهه اليمين كل كده ما الارقام ما بتزيد، كده انا بزود، وكل ما بروح جهة الشمال كل ما الأرقام ما بتقل. إيه؟ إزاي يعني؟ يعني عندك هنا مثلا الـ 1 هروح جهة اليمين، الـ 2 يبقى كده بزود، يبقى الـ 2 أكبر من الـ 1. طب الـ 2 أروح للـ 4، شوف أنا بروح جهة اليمين كل ما بروح جهة اليمين بزود، الرقم بيكبر، الـ 4 أكبر من إيه؟ من الـ 2 وهكذا. طب تعالى كده الأرقام النيجاتيف، من نيجاتيف 6 لحد نيجاتيف 5 بروح كده بزود، ما دام جهه اليمين بزود، ناحيه الايد اللي انت ماسك بيها القلم كده بزود، يبقى نيجاتيف 5 اكبر من نيجاتيف 6. ازاي يا مستر ال 5 اكبر من 6؟ ما هو انت ما تعرفش المعلومه المهمه الخطيره دي قوي 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 دي، ان الارقام النيجاتيف بتتعامل بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا من الاكبر النيجاتيف 3 ولا النيجاتيف 100؟ لو عيل طايش كده او مش في دماغه او حافظ ومش فاهم على طول هيقول لي 100. لا تخلي بالك ان في النيجاتيف هي الكبير ابو رقم صغير، الكبير ابو رقم ايه صغير، هو ده البيجر تمام. لو قال لك مثلا نيجاتيف 14 وهنا نيجاتيف 2 يبقى مين الكبير؟ ابو رقم صغير اللي هو نيجاتيف 2. معقوله؟ معقوله. ركز معايا المعلومه دي مهمه قوي، في الارقام النيجاتيف عشان هنحل عليها دلوقتي، في الارقام النيجاتيف، في الارقام النيجاتيف خلي بالك ايه الكبير ابو رقم صغير، الكبير ابو. طب والبوزيتيف؟ لا عادي بقى عادي. طيب يبقى هنا طبعا المعلومه دي مهمه قوي قوي قوي. طب الزيرو يا مستر، الزيرو بقى خلي بالك من الحته ديت، الزيرو اكبر او البي يعتبر جريتر فروم او اوف مين بقى؟ كل الارقام الايه البوزيتيف، كل الارقام البوزيتيف على طول الزيرو اكبر منهم كلهم. يجي يقول لك مين الكبير؟ الزيرو ولا نيجاتيف 1000؟ الزيرو. معقوله؟ معقوله برضو. طب مين الكبير؟ الزيرو ولا نيجاتيف 12؟ الزيرو. طب مين الكبير؟ الزيرو ولا ال1؟ ال1 ده بوزيتيف، ده عاديه بقى، ده عادي ماشي. يبقى خدنا معلومه مهمه، الارقام النيجاتيف عشان اعرف الكبير ابو رقم صغير، الزيرو اكبر من اي عدد نيجاتيف. المعلومة الثالثة المهمة ان نيجاتيف 1 هو اكبر عدد نيجاتيف. ايه؟ اكبر عدد نيجاتيف. خلاص؟ وال1 اصغر عدد بوزيتيف. اصغر عدد بوزيتيف. سمولست نمبر بوزيتيف او بوزيتيف نمبر. سمولست اصغر عدد بوزيتيف هو ال1. وجريتست نيجاتيف نمبر هيكون مين؟ نيجاتيف 1. اما الزيرو اللي هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، يجي يقول لك نون بوزيتيف اند نون نيجاتيف، لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، لا هو بوزيتيف
ولا هو ايه نيجاتيف. معلومات مهمة قوي وتخلي بالك منها. تعال كده نبدأ نحل. بسم الله. طبعا عندك هنا 3 وهنا نيجاتيف 3، ده رقم بوزيتيف وده رقم نيجاتيف، الكبير هيكون مين؟ البوزيتيف. البوزيتيف اكبر من اي عدد نيجاتيف، البوزيتيف اكبر من اي عدد نيجاتيف يعني، وانت مغمض كده البوزيتيف اكبر. الفور ورا الثري ده طبعا الاثنين بوزيتيف، يبقى تحل عادي كانك في اولى ابتدائي. الفور ورا الثري الفور طبعا. طب نيجاتيف 3 ولا نيجاتيف؟ الاثنين نيجاتيف اهوت، الاثنين نيجاتيف، يبقى الكبير ابو رقم صغير. المسطره بتاعت عشان ما انساش، الزيرو اكبر من اي عدد نيجاتيف. النيجاتيف 1 ولا الزيرو؟ الزيرو اكبر من اي عدد نيجاتيف. الفور ولا نيجاتيف 8؟ الفور ولا نيجاتيف 8 هيكون مين؟ الفور، لان ده بوزيتيف وده نيجاتيف. طب نيجاتيف 3 ولا نيجاتيف 12؟ ده نيجاتيف وده نيجاتيف، يبقى الرقم الكبير ابو رقم صغير هو ده. طب ابسوليوت 8 احلها 8، ابسوليوت نيجاتيف 4، يبقى مين الكبير؟ البيجر مين؟ ال 8 ولا الفور؟ هيكون ال 8. طب ده يطلع لي مين؟ ال 2، وده نيجاتيف 15 زي ما هي، وده بوزيتيف وده نيجاتيف، يبقى الكبير البوزيتيف. طب تمام، هنا يطلع لي دول كام؟ 3، بقت 3 بلس 3 ايكوال 6، وهنا 8، يبقى مين الكبير يا اولاد؟ البيجر هيكون مين؟ ال 8. هنا 3 وهنا نيجاتيف 6، يبقى البيجر مين؟ ال 3، عشان ده بوزيتيف وده نيجاتيف، وهكذا بقى كل المسائل، وهكذا كل المسائل. طب دي نيجاتيف ابسوليوت نيجاتيف 4، ده طبعا الابسوليوت ده هيطلع لي 4، ونيجاتيف فرط حط معاه كده بره جنبيه، وهنا 2 زي ما هي، يبقى الكبير من ال 2 ولا نيجاتيف 4؟ ال 2، عشان ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. ركز بقى في اللي جاي ده بقى. ذا نمبر نقط از نايزر بوزيتيف نور نيجاتيف. نايزر ايه نايزر دي؟ نايزر دي يعني زي مثلا ايه؟ نوت يعني نافيه يعني زي، والنور دي برضه يعني نوت برضه، يعني نايزر بوزيتيف ويعني نوت بوزيتيف ونوت نيجاتيف. الرقم اللي هو لا بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، لسه قايله من شويه اللي هو مين؟ الزيرو. طب ذا جريتست نيجاتيف انتجر، ذا جريتست نيجاتيف انتجر، اكبر عدد نيجاتيف هيكون مين؟ نيجاتيف 1. نقط از ذا سمولست بوزيتيف انتجر، نقط از ذا سمولست بوزيتيف انتجر، اصغر عدد بوزيتيف هو مين؟ ال1 اللي قلنا عليه من شويه. المعلومات دي ودي ودي مهمه جدا جدا جدا. ذا سمولست نون نيجاتيف انتجرز، ذا سمولست نون نيجاتيف يعني بوزيتيف مش نيجاتيف، هو بيقولها كده، انا عايزك تفهم وتترجم. اصغر عدد مش نيجاتيف، مش نفي، نيجاتيف يبقى بوزيتيف. اصغر عدد بوزيتيف هو مين؟ ال1. ذا لارجست برضه يعني اكبر عدد نون بوزيتيف يعني مش بوزيتيف يعني هيبقى نيجاتيف. اكبر عدد نيجاتيف هيكون مين؟ نيجاتيف 1. يجيب له لك نيجاتيف تو نيجاتيف 1، بوزيتيف 1. ذا سيت اوف ذا انتجرز بتوين نيجاتيف 3 اند 2، يعني مجموعه الاعداد اللي ما بين نيجاتيف 3 وال 2، لو انت حافظ النمبر لاين هتعرف تطلعها. النمبر لاين النمبر لاين اهو، هنا 0 1 2 3، هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. قال لك انا عايز الاعداد ما بين نيجاتيف 3 وال 2، هات الاعداد اللي ما بينهم نيجاتيف 2، الاعداد اللي ما بينهم ده نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 وال 1، اكتبهم له او اعمل له ست كده، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1، قوم قافل. ذا سيت يعني مجموعه اوف انتجرز ليس ذان الاقل من ال1 الواحد اند مور ذان واكبر من نيجاتيف 4، يعني هات اللي ما بين ال1 والنيجاتيف 4 بس، ارسم خط الاعداد النمبر لاين ده وهات الاعداد اللي ما بينهم بس، ما بين ال1 والنيجاتيف 4، هتجيب 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. انا عايزك بعد كده تقولها شفوي، مش كل مره تقوم رايح ترسم خط الاعداد وبعد كده يعني تقول مره في مره، هتيجي تبص هتلاقي الموضوع بقى سهل معاك جدا. سمولست بوزيتيف نمبر، سمولست بوزيتيف نمبر هيكون مين؟ سمولست بوزيتيف نمبر لسه قايلين من شويه يكون مين؟ ال1. نيجاتيف 7 وهنا نيجاتيف الابسوليوت ال9، هتبقى نيجاتيف 9 دي، يبقى مين الكبير؟ في النيجاتيف هنا نيجاتيف، الكبير ابو رقم صغير اللي هو ده. هنا نيجاتيف 4 ابسوليوت يا مستر، لا مش ابسوليوت، ده رقم عادي بس حاطه هنا في ايه؟ في القوس كده، وهنا تبقى ايه؟ 4 زي ما هي، يبقى ال4 هو الايه؟ البيجر.
an integer is included between negative 2 and 1. يعني في رقم في الاختيارات في التشوز هنا موجود ما بين النيجاتيف 2 وال 1. يبقى الارقام اللي موجوده بين ال 1 والنيجاتيف 2 ايه؟ ال 1 ما بين نيجاتيف 2 في عن اللي في النمبر لاين 0 ونيجاتيف 1 بس، هو ده العدد اللي ما بينهم. هتلاقي حد، هتلاقي واحد ما بينهم هنا اهو نيجاتيف 1. The greatest negative integer، اكبر عدد نيجاتيف هيكون مين؟ نيجاتيف 1. The integer which comes just before the number negative 1 5، الرقم اللي بيجي قبل نيجاتيف 5، الرقم اللي بيجي قبل نيجاتيف 5 هيكون مين؟ اللي بيجي قبله يعني اللي بيجي قبله يا مستر، يعني اللي بيجي قبله، اللي بيجي قبله يعني الاصغر منه، صح ولا لا؟ براحه كده، انا عايز افهمك، انا عايز افهم، انا ممكن اقول لك كذا كذا يلا واخلص. اللي بيجي قبله يعني الاصغر منه، صح ولا لا؟ اللي بيجي قبل الرقم مثلا الرقم 4، مين اللي قبله؟ 3، لان 3 دي صغيره. يبقى مين اللي اصغر من نيجاتيف 5؟ احنا قلنا بتبقى العكس، في النيجاتيف بتبقى العكس. يعني ايه العكس يا مستر؟ يعني حتى العكس. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني حتى الكبير. يعني ايه حتى الكبير؟ انا قلت الاكبر اللي قبل منه يعني حتى الصغير، يعني حت، يعني هنا كده مثلا زي ما بقول ايه؟ حتى الكبير اللي على الفايف، اللي بعد الفايف يبقى 6 بس تحط له نيجاتيف. ما نيجاتيف 6 ونيجاتيف 5 يبقى الكبير هو نيجاتيف 5. تاني لما يجي قال لك بيفور هتزود على 1 وتحط النيجاتيف بس. هتزود عليه ال 1 وتحط النيجاتيف بس. Then integers which لو ده طبعا لو كان لو جاب نيجاتيف، خلي بالك يعني. The integers which comes just next، next يعني بعد the number 23، من اللي بعد 23؟ 24. The number of integers، الله على السؤال ده اللي بقى اللي على طول بيجي في الامتحانات ده، السؤال ده. The number of integers between negative 2 and 2. ترجم. The number يعني عدد of integers، الاعداد الصحيحه اللي موجوده ما بين negative 2 و 2. تقوم راسم خط النمبر لاين هنا 0 1 2 3 والنيجاتيف 1 النيجاتيف 2. هتيجي تبص الاعداد اللي ما بينهم نيجاتيف 2 وال 2 نيجاتيف 2 هتلاقي ده وده وده، ده اللي ما بينهم. بقول لك هنا عددهم كام كام نمبر 3، كام نمبر 3. فهمت يعني ايه نمبر اوف انتجرز بتوين كذا وكذا؟ فهمتها؟ مهمه قوي. تعال بقى ناخد الايه؟ الرينج. الرينج ان اسندنج اوردر ايتش اوف ذا فولوينج. تعال ركز معايا كده. اسندنج يعني هبدا من عند الصغير. ركز معايا في الكلمتين ده همت. ركز معايا. اسندنج يعني هبدا من الصغير. ما تبصش للمسائل دلوقتي ولا تبص في الارقام، خليك معايا بالكلمتين دول. اسندنج يعني هبدا بالصغير. يعني هبدا من عند الارقام النيجاتيف وهبدا من عند الارقام الكبيره، النيجاتيف الكبيره. شفت جيت ازاي؟ اسندنج يعني هبدا بالصغير، فهبدا بالنيجاتيف لان النيجاتيف هي الاصغر، ولما هبدا هبدا بايه؟ بالنيجاتيف الكبير. شفت؟ هبدا من عند النيجاتيف وهاخد الكبير نيجاتيف 1 ولا نيجاتيف 5، هاخد الكبير نيجاتيف 5، بعد كده 2 لان ما عادش في ارقام نيجاتيف. اتفضل لي 1 واتفضل لي 3، اخد الصغير بقى دي بوزيتيف يبقى عاديه، عاديه يبقى دي 3 ودي 4. هبدا بالصغير يبقى هبدا بالنيجاتيف الارقام الكبيره. فين النيجاتيف؟ اهوت الارقام الكبيره اللي هو نيجاتيف 22 1 نيجاتيف 11 2 اتفضل لي 0 7 و11 من الصغير فيهم 0 بعد كده ال7 بعد كده ال11. هنا برضو نفس الكلام، هبدا بالارقام النيجاتيف الكبيره اللي هي دي بعد كده دي بعد كده دي بعد كده دي. هبدا بالارقام النيجاتيف الكبيره، نيجاتيف 7 هنا ونيجاتيف 6 هبدا بده 1 وكان بعد كده 2 وهنا نيجاتيف 3 ابدا بقى عادي بقى، فضل هنا 5 وهنا 2 وهنا 10 هاخد الصغير اللي هو مين؟ ال 2. يبقى كده كده كما اولاد هنا 4 بعد كده 5 بعد كده الايه؟ 6. هنا برضو هبدا بالارقام النيجاتيف الكبيره اللي هو مين؟ ده 1 بعد كده 2 بعد كده ده 3 بعد كده ده 4 0 بعد كده ده 8.
البوزيتيف وهكذا. ابسولوت احلها يبقى ناين، وارتب عادي. خلاص يا ولاد؟ طيب قال لي هنا مستر بقى ده عايز يوقعنا. مستر ده بيقول لي هنا ديسندنج يعني كبير، يعني هبدا من عند الرقم الكبير الكبير اللي هو البوزيتيف، وهبدا بالارقام الكبيره البوزيتيف. بس هبدا بالارقام الكبيره البوزيتيف، ولو كل الارقام جت نيجاتيف هبدا بالارقام الصغيره هي دي الكبيره. هل بقى عشان جايب لي بوزيتيف هبدا بالبوزيتيف ديسندنج، هبدا بالبوزيتيف الكبير البوزيتيف الاول. 0 ولا 7 هاخد الكبير يبقى ده ال 1، بعد كده ده. طب هاخد الكبير من هنا من نيجاتيف 15 ولا نيجاتيف 9 الصغيره؟ الصغيره. ها ركز معايا والنبي، في الارقام النيجاتيف عشان اجيب الكبيره هاخد ابو رقم صغير، يبقى ده 3 وده 4. نفس الكلام هبدا بالبوزيتيف اللي هو مين؟ ال 2 1 ده كده 1. بعد كده لا طبعا هنا صرت 3، بعد كده 2. طيب عايز ان هخش على النيجاتيف هبدا بالرقم الصغير، في النيجاتيف الصغير صرت 5 28 يبقى ده 3، بعد كده 4، بعد كده ده 5. هبدا بالبوزيتيف، فين البوزيتيف؟ ده ال 8 1، بعد كده ما عادش عندي الا 0 يبقى 2. هبدا بالنيجاتيف الصغيره اللي هي مين ديت 3، بعد كده دي 4، بعد كده دي ايه 5. طبعا هنا برضو نفس الكلام، which of the following set of integers is written from the smallest to the greatest. بقول لك من هنا اللي مترقم من السمولست تو جريتست، سمولست تو جريتست من الصغير للكبير. الصغير لا طبعا مش ده، ليه؟ لانه بدا بالزيرو وهنا في نيجاتيف يبقى غلط. طب نمبر بي قال لي 16 40 ده بادئ من الكبير كده برضه غلط فولس. نيجاتيف ايه 19 نيجاتيف 17 نيجاتيف 15 0 14 هو ده هي دي، لانه بادئ من الصغير يبقى هبدا من نيجاتيف، والنيجاتيف الارقام الكبيره الارقام الايه الكبيره. طب هنا بقول لك من اللي بادئ من ايه؟ من عند الكبير للصغير greatest to the smallest. 28 19 0 نيجاتيف 21 نيجاتيف هي دي، لانه بدا بالايه بالبوزيتيف ابو رقم ايه كبير. write the previous integer and the next integer of each of the following. تمام احنا قلنا برضو البريفيوس يعني اللي زي ما قلنا برضو البريف اللي هو الكبير بتاع. طب هنا النيجاتيف 9 انا عايز الكبير يبقى نيجاتيف ايه 8. طب الصغير بتاعه يبقى نيجاتيف ايه 9 ايه 10 قصدي. تمام طب 13 اللي قبله هيبقى 12 واللي بعديه هيبقى 14. 23 من اللي قبله 22 ومن اللي بعديه 24. الزيرو من اللي قبله يعني مين اللي ايه اللي اصغر منه النيجاتيف 1، ومن اللي اكبر منه الافتر ديت يعني اللي بعديه يعني الاكبر منه هيبقى الايه ال 1. خلاص يا ولاد؟ طيب هنا بيقول لي ايه رايت يوزنج ذا ليستنج ميثود ايتش اوف ذا فولوينج سيت. انت خدتها في برايم 5 الليستنج ميثودز هنعرف ازاي. بيقول لك ذا سيت اوف انتجرز جريتست او جريتر ذان نيجاتيف 2، الاعداد اللي اكبر من نيجاتيف 2. اقول له كده افتح ست كده تمام واكتب الارقام اللي اكبر من نيجاتيف 2. ممكن اقول له اكس ايكوال ده رمز طبعا او فرد من عندي الاكبر من نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 1، بعد كده 0، بعد كده 1، بعد كده 2، بعد كده 3 سو اون. هتقول لي يا مستر طب انت جبتها ازاي نيجاتيف 1 وانا ما انت لازم تعرفني. بص يا حبيبي جريتر زان يعني بص ناحيه اليمين على النمبر لاين، سمولر زان يعني بص ناحيه الشمال. انت معايا؟ يعني مثلا نمبر لاين اهوت عندك هنا نيجاتيف 2 يعني حاطط اللي على الجهه اليمين، سمولر زان حاطط ناحيه الشمال يعني مش ناحيه الشمال. ذا سيت اوف انتجرز سمولست او سمولر زان 0 اهو الزيرو اهوت مثلا يعني الزيرو اهو روح جهه الشمال هيبقى ايه نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 سو اون برضو. ذا سيت اوف انتجرز جريتر ذان نيجاتيف 3 اند سمولر ذان 2، يعني هات الاعداد ما بين ال 2 والنيجاتيف 3 هيبقى ال 2 والنيجاتيف 3 هيبقى ال 2 والنيجاتيف 3 هيبقى ال 1 وال 0 والنيجاتيف 1 والنيجاتيف ايه 2 والنيجاتيف ايه 2. كل ده على النمبر لاين ارسم خط الاعداد وشوف هو حتى اللي في النص. ذا سيت اوف انتجرز بتوين نيجاتيف 4 اند 3 هيبقى حتى اللي اقل من 3 هيبقى 2 و1 و0
هتخش بقى على نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وتقف لحد كده. طب انا مستر مش فاهم اللي انت بتعمله ده، خلاص ارسم خط الاعداد وحط اللي في النص واعمله. ارسم خط الاعداد كده، اه حط خط الاعداد كده نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. اه سوري المفروض هنا البوزيتيف كده يا حبيبي، هنا 0 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. خلاص هات الاعداد اللي ما بين مين، احنا كنا فين؟ قلنا نيجاتيف 4 اهو وال 3 اهو، يلا هيبقى 2 1 و 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، يبقى الاعداد دي خلاص بس كده اكبر من 4. بقول هنا ذا سيت اوف نيجاتيف انتجرز، تمام الاعداد الايه؟ النيجاتيف هوز ابسولوت فاليو، اللي القيمه بتاعت الابسولوت بتاعتهم اوف اتش از جريتر ذان 4، هتطلع اكبر من ال 4. مين اللي اكبر من الفور؟ الفايف والسكس والسيفن والايت صح؟ بس حطهم في نيجاتيف في الابسليوت، يعني هقول له كده نيجاتيف فايف وتحطها في الابسليوت، نيجاتيف سكس حطها في ابسليوت، نيجاتيف سيفن حطها في ابسليوت وهكذا سو اون. خلاص هو ده معنى السؤال، هو ده معنى السؤال. ذا سيت اوف نون نيجاتيف انتجر، نون نيجاتيف يعني مش نيجاتيف يبقى بوزيتيف، هبدا من عند الايه؟ ال 1 2 3 4 وسو اون. ما مستر مش هبدا من عند الزيرو، لا مش هبدا من عند الزيرو لان الزيرو لا بوزيتيف ولا ايه ولا نيجاتيف. ذا سيت اوف نون بوزيتيف ايفن انتجرز، بقول هنا مجموعه نون بوزيتيف، نون بوزيتيف مش بوزيتيف اللي هو نيجاتيف even integers، وخلي بالك قال لك even يبقى انا اقول له x equal even، يبقى negative 2 negative 4 negative 6 negative 8 so on، لانه قال لي هنا ايه even الارقام ال even 2 4 6 8، وقال لي هنا non positive positive يبقى ايه negative. هنا بيقول لي x equal set x such x such as x long integers x smaller than or equal negative 2. بقول هنا ان الاكس smaller than or equal negative 2، يعني هات الارقام اللي اقل من نيجاتيف 2، اه خلي بالك اقل من نيجاتيف 2 او بتساوي نيجاتيف 2، اقول له اكس ايكوال عشان هو قال لي هنا اكس تمام، وقال لي ايه العلامه دي؟ دي اسمها سمولر زان وتحتها كده الشرطه دي اسمها يعني اور ايكوال، والعلامه دي لو جابها يا اولاد مثلا جنبها 2 لازم ان انت تجيب ال 2 لازم لانه بيقول لي هنا اصغر من او يساوي النيجاتيف 2 اللي هي دي، فهجيب النيجاتيف 2 وتجيب الاصغر منه. من الاصغر من نيجاتيف 2 ما تقوليش نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 اكبر منها عشان احنا كده في الاعداد النيجاتيف، نيجاتيف 3 دي الاصغر منها نيجاتيف 4 سو. طب هنا بيقول لي ايه؟ اكس smaller than negative 1 and more than 1، يعني حاط الاعداد ما بين ال 1 والنيجاتيف 1، ال 1 ونيجاتيف 1 لو انت بتذاكر النمبر لاين هتلاقي مطلع بس رقم واحد بس اللي هو الايه؟ الزيرو. هنستكفي بالقدر ده وان شاء الله الحصه الجايه هنكمل، واشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.